فضيلة الشيخ مصطفى العدو ده شيخنا وكبيرنا، هو عالمنا ونبيلنا وكبيرنا، فنصغي إليه. تفضل يا سيدنا، حضرتك كبيرنا وعالمنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. بارك الله لكم في طعامكم وفي بلادكم وفي شرابكم وفي أهلكم. هنيئا لكم باجتماعكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنيئا لكم بالتحابب في الله. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتبادلين فيا وللمتزاورين فيا. أسأل الله سبحانه وكما جمع بين أجسامكم أن يجمع بين قلوبكم. أمين. على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة إخوة على سرر المتقابلين. أمين. آمين. بارك الله فيكم جميعا وفي جمعكم. ونصيحتي لنفسي وإخواني أن نرتب ألسنتنا دائما بذكر الله، وأن نبتعد عن القيل والقال، وأن نحرص على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمادة العلمية الصحيحة التي نتقرب بها إلى الله، والتي يصرنا أن نلقاها في صحائفنا يوم نلقى ربنا. هنيئا لكم بمجلسكم، وبارك الله فيكم وفي طاعتكم، وجمع الله بين قلوبكم وقلوبنا على كتابه وسنة رسوله. أمين. أمين. اللهم آمين. وإلى الملتقى نسأل الله أن يكون الفردوس. أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سيدنا وعلمنا، رضي الله عنك وشكر الله لك أحسانك، رضي الله عنك الوادي يحيي استبشرت وارتدى، سمحت للتتويج أملا وشاد.